صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. يوم جديد وبداية جديدة، يا رب تكون بداية سعيدة على حضراتكم. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا آية. صباح الخير على حضراتكم. يوم جديد وحلقة جديدة، 8 الصبح ابدأ يومك صح. يمكن زمان في الأمثال الشعبية كان دايما بيقولوا صاحب بالين مش عارفة ايه وصاحب ثلاثة يبقى كذا من غير ما نقول هم ايه يعني، لكن احنا هنتكلم على الموضوع ده النهاردة ليه؟ علشان التطور السريع اللي احنا بنعيشه وضغوط العمل المختلفة، محتاجين ان احنا نبقى أكثر تركيزا علشان نقدر ننجز اكتر، علشان الانتاجيه بتاعتنا ما تتاثرش. في العديد من العوامل اللي بتسبب تشتيت الانتباه، والاولى زي اللي احنا قلنا فيها ان انت ما تبقاش صاحب بالين ولا صاحب ثلاثه، بيبقى في كم كبير جدا جدا من الحاجات وانت بتشتغل اللي بتجيلك، ايميلز المفروض تدخل تشوفها، كل شويه الموبايل بتاعك يتكتك بقى رسائل وحاجات ومش عارفه ايه، ومش الاول كان عندنا واتساب بس، دلوقتي 10,000 طريقه و10,000 ابلكيشن مختلف بيوصل للرسائل، اجتماعات طول النهار والليل وكل واحد يقول، مش عيب طبعا الاجتماع، لكن مهم ان احنا ننجز فيه، ان احنا نوصل لحاجه. مجله فوربس الامريكيه اتكلمت في الموضوع ده وعملت تقرير عن الطرق اللي ممكن تتجنب بيها ان انت تشتت الانتباه في العمل، زي تجنب تعدد المهام. يعني لازم يبقى عندك حاجه واحده، عندك خطه، انا النهارده هنجز كذا، انا النهارده هعمل كذا، انا هشتغل على ملف معين. ده بيخلي الانجاز والانتاجيه بتاعك بتزيد. الابحاث اظهرت ده وقالت ان التحول ما بين المهام المختلفه بيؤدي الى حد بعيد جدا لانخفاض الانتاجيه لدرجه بتصل ل 40%. وبالتالي الخطوه الصحيحه ان احنا نعمل مهمه واحده ونركز عليها لغايه ما نخلصها وننجح فيها ونبتدي اللي بعدها. بصي، انا بشوف الموضوع ده فرق مهارات وقدرات فرديه، يعني في حد بيعرف يعمل حاجه واحده بس ويركز فيها، في حد لو عمل حاجتين مع بعض يتلخبط. يعني صاحب بالين كداب انا بشوف ان هي ما بتنطبقش على كل الناس، في ناس بتعرف تعمل حاجتين في نفس الوقت وبتعملهم الاثنين حلو قوي وبكفاءه حلوه وبجوده عاليه. في العموم العام والعام والاشمل، ان انت لما تبقي مركزه في ماده او مركزه في حاجه او مركزه في مشروع معين الناس بتنجزه أفضل. ما انا بقول لك دي بتبقى فروق فرديه، يعني ما نقدرش نعممها، بس في ناس بتبقى عندها المهارات دي والقدرات الفرديه دي ان هي تقدر تعمل الحاجتين في نفس الوقت. التقرير اتكلم كمان عن نصايح متعلقه بالتسليه، دي حاجه حلوه قوي، اول مره نشوف يعني تقرير وقت العمل بينصحك انك تعمل وقت للتسليه وتحط وقت التسليه ده في الجدول بتاعك، وانت بتعمل الجدول كده تكون حاطط فيه فترات للتسليه، ما تسيبهاش يعني للظروف، وقت ما ازهق من الشغل لما اقوم اعمل حاجه واخد راحه، لا حطها في الجدول بتاعك، ده هيخليك بتشتغل بكفاءه اعلى وبتحس بالانتعاش. بيقول لك كمان عشان تتخلص من سلبيات العمل وتشتيت الانتباه، مفضل ان انت تشتغل في بيئه هاديه وبيئه مهنيه، يعني يكون المكان اللي انت بتشتغل فيه مهيئ للعمل، ما تقعدش تشتغل في مكان دوشه ومكان طول الوقت ناس رايحه وجايه قدامك وناس عماله تتخانق وناس عماله تتكلم، ما انت مستحيل هتعرف تركز، وبالتالي هتقعد تشتغل مثلا 6 ساعات المحصله بتاعتهم في الاخر ممكن تبقى نص ساعه او اقل، لكن لو قعدت في مكان هادي مناسب للشغل هتشتغل ساعه ساعتين، هم ساعه ساعتين. كمان ايقاف الاشعارات بتاعت التليفون، اسمعك لسه بتقول عندك كم هائل من الابلكيشنز على الموبايل طول ما انت قاعد، واحنا اصلا عندك ادمان على الموبايل، يعني هو طول ما الموبايل جنبك انت عمال تشوف، يمكن فاتك حاجه، يمكن في حد بعت حاجه وانا ما خدتش بالي، يمكن انا ما سمعتش الموبايل لما رن. احنا يعني بالفعل بقى عندنا الادمان ده ناحيه الموبايل وابلكيشنز الموبايل. بيقول لك كمان من الحاجات المهمه انك يعني ما يكونش الموبايل جنبك، ما يكونش في متناول ايدك، دي من الحاجات اللي بيقولوها. بيقول لك كمان بلاش الاجتماعات غير الضروريه، يعني حاول لما هتقول لزملائك في العمل احنا عندنا اجتماع يكون لسبب محدد وهنطلع بنتيجه محدده وواضحه، مش كل شويه يلا عندنا اجتماع نقعد وكل يعني بالظبط، عشان ده بيضيع وقت الشغل. صباحكم خير، ويلا بقى نبدا شغلنا بجد ونبتدي اولى فقرات 8 الصبح بعد لحظات. برحب بحضراتكم مره تانية، تعالوا نتابع حاله الجو وبين هيئه الارصاد. النهارده بيتوقع هيكون الجو معتدل في اول الليل ومائل للبروده في اخره وفي الصباح الباكر، وهيكون مائل للحراره على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وحر على جنوب البلاد. توقعات كمان النهارده هيكون في شبوره مائيه صباحا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه. تفاصيل اكثر عن حاله الجو والمرور مع اسماء. اتفضلي يا اسماء. شكرا يا آية، ونشوف سريعا درجات الحرارة العظمى والصغرى على كل المحافظات، البداية من القاهرة. القاهرة 29 21 درجة حرارة لطيفة جدا الواحد، طبعا يعني بداية مبشرة. العاصمة الإدارية 6 أكتوبر 30 20.
السلوم 25/17 بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح، العلمين الجديدة والإسكندرية 27/19 بفرق درجة واحدة، الإسماعيلية 29/19، بورسعيد دمياط نفس متوسطات درجات الحرارة 27/22، الغردقة 33 العظمى، ودي طبعا درجة حرارة لطيفة جدا بالنسبة للغردقة. شرم الشيخ برضو 32 فارق درجة واحدة، ليلا 23، السويس 29/19، الوادي الجديد 33/18، ده في انخفاض كبير جدا في محافظات الصعيد باين ان شاء الله، رفح وطابة برضو متوسطات لطيفة 27/17، بني سويف والفيوم أولى محافظات الصعيد 30، طبعا في انخفاض واضح في درجات الحرارة 18 ليلا، سان كاترين 26/13، الأقصر 35/21 متوسطة لطيفة يعني، أسيوط والمنيا 31/18، حلايب 30/23، شلاتين 32/25، أخيرا أسوان 35 درجة العظمى، الصغرى 22، المتوسطات واضح جدا أنها متوسطات لطيفة، في انخفاضات واضحة في درجات الحرارة، لكن خلينا ناخد المزيد. معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك استاذه اسماء، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. واضح في انخفاض واضح في درجات الحراره، عايزين نعرف مستمر معانا ولا ممكن يكون في ارتفاعات تاني، ولا هيبقى في انخفاضات تانيه واحساس بالبرد بقى في الفتره القادمه؟ اتفضلي. هو طبعا بالفعل في انخفاضات في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا خلال هذه الايام هي كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كتل هوائية معتدلة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، ويمكن دي تعتبر كمان المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، يعني احنا العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، ده المعدل الطبيعي للوقت ده من السنة. بالفعل فترة النهار مع وجود أشعة الشمس الأجواء بتكون أجواء خريفية مائلة للحرارة في المحافظات الشماليه، حاره في المحافظات الجنوبيه، لكن كافه محافظات الجمهوريه ما فيهاش اي ارتفاعات في قيم درجات الحراره. الانخفاض كمان محسوس اكثر فتره الليل، يعني احنا في فترات الليل المتاخر تحديدا وفترات الصباح الباكر بدانا نحس بالبروده، اجواء مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه، لان كمان الصغرى فتره الليل من 20 ل 21 درجه مئويه، ولو انا في مدن جديده اماكن مفتوحه محافظات ليها ظهير صحراوي بشكل كبير بتكون اقل من كده كمان، يعني احنا عندنا محافظات شمال الصعيد ما بين 17 و18 درجه مئويه فتره الليل. بالاضافه كمان وجود نشاط للرياح على مدار هذا الاسبوع تحديدا في فترات المساء وساعات الليل يخلينا نحس اكثر بانخفاض قيم درجات الحراره، ويخلينا نحس بالاعتدال في الاحوال الجويه بشكل كبير. متوقع على مدار هذا الاسبوع كله استمرار قيم درجات الحراره المنخفضه اللي تعتبر حول المعدلات، يعني احنا العظمى على القاهره الكبرى هتستمر ما بين 29 و28 درجه مئويه فتره النهار، مفيش اي ارتفاعات في قيم درجات الحراره على مدار هذا الاسبوع، بل بالعكس في فترات المساء وساعات الليل هنحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. لازم نخلي بالنا من فروق قيم درجات الحراره بين النهار والليل، وخصوصا مع فتره الظهيره في دفء مع وجود اشعه الشمس فتره الليل في بروده، وده بيصيبنا بنزلات البرد بشكل كبير، فيفضل طبعا وضروري لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر للاطفال وهم رايحين المدارس، او لو بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخر ملابس خريفيه، خلاص نتخلى عن الملابس الصيفيه بشكل كامل، او معانا جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحراره نرتديه. هتكون الظاهره الجويه المؤثره على مدار هذا الاسبوع الشبوره المائيه وفتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي ان شاء الله مش هتاثر على حركه المرور، انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه وبتختفي مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبوره المائيه بتختفي، الرؤيه الافقيه بتتحسن على الاغلب في الطرق. مهم بس في الفتره دي كمان من السنه ان احنا نتابع النشرات الجويه، لان الخريف معروف ان هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه. يعني المتوقع ان يكون في مزيد من الانخفاضات، ولا هيبقى نفس المستوى احنا دلوقتي في الوضع الطبيعي في مثل هذا التوقيت؟ يعني احنا على مدار هذا الاسبوع مش هيكون في مزيد من الانخفاضات بشكل كبير غير فترات الليل، وهي الاسابيع اللي جايه كل ما اقتربنا اكثر من النص الثاني من الخريف وفصل الشتاء طبعا هيكون في مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحراره،
احنا بنتجه نحو الانخفاضات مش الارتفاعات. يعني حتى بالظبط يعني ودعنا الموجات الحاره خلاص. طبعا ودعناها بشكل عظيم. كبير، حتى لو في ارتفاعات بتبقى اعلى من المعدل بارقام طفيفه، بتبقى يوم اثنين وبتعود ثاني لدرجات الحراره المنخفضه فتره النهار وفتره الليل. شكرا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. من حالات الجو نروح سريعا بقى نطمن على حركة المرور. أول الأسبوع متوقع أن طبعا يكون في بعض الازدحامات، نشوف الازدحامات فين من خلال جوجل ماب زي ما احنا متعودين، وبالتحديد من طريق صلاح سالم. لسه حم بص على صلاح سالم في الازدحامات واضح النهاردة بدري، لكنها في يعني نقول يعني منطقة مش كبيرة قوي، مش هتأثر بشكل كبير على حركة المرور. بترجع مرة تانية حالة السيولة، كمل مع صلاح سالم. نفق الطيران الدنيا فيها سيولة برضو لسه ما زالت عالية، وصولا لمطلع كوبري اكتوبر من صلاح سالم، المنطقة اللي هي اسفل كوبري اكتوبر دايما بتكون هذه المنطقة اللي هي امتداد رمسيس وانت داخل على العباسية، المنطقة دي دايما بتكون فيها الازدحامات. بنطلع كوبري اكتوبر بدأت تظهر بعض الازدحامات بدري في الاتجاهين ما بين متوسطة الازدحامات عالية، لسه مكملة معانا. منطقة طبعا غمرة وسط القاهرة كل ده زحمة جدا جدا النهاردة، وده طبعا احنا في الذروة الصباحية واول ايام الاسبوع فده متوقع، لكن بعد ما بتعدي وسط القاهرة بترجع مرة تانية لحالة السيولة المرورية وصولا لكورنيش ماسبيرو. نوصل كورنيش ماسبيرو النهاردة حتى الازدحامات المعتادة في كورنيش ماسبيرو مش موجودة، دي حاجة لطيفة. وصولا لمايو طلعنا كوبري مايو، أول ما بتطلع في منطقة صغيرة فيها بعض الازدحامات، لكن بترجع مرة تانية حالة السيولة المرورية النهاردة في لا يعني في أماكن كتير فيها الحقيقة تكتلات عالية. بنكمل واحنا في الاتجاه لمحور 26 يوليو، لغاية دلوقتي السيولة المرورية لطيفة في الاتجاهين، بدأت تظهر الازدحامات اللي احنا متعودين عليها اللي هي عند أسفل الدائري وميدان لبنان، لكنها مزدحمة في كل الاتجاهات زي ما حضرتك شايفين في كل التقاطعات. النهاردة المنطقة دي فيها تكتلات عالية، فالنهاردة نقدر نقول لحضراتكم ان احنا نتجنب كوبري اكتوبر، لكن بعيدا عن كوبري اكتوبر حالة المرورية لطيفة جدا، ربنا يوصل حضراتكم بالسلامة. نروح سريعا نتعرف على مواقيت الصلاة.
برحب بحضراتكم من جديد. تعالوا نتابع اخر واهم الاخبار والمستجدات. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح وفد من مجلس النواب الامريكي من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي برئاسه النائب توم كول رئيس لجنه المخصصات، وده كان بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين في الخارج. والمتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بانه اللقاء ده ركز على الاوضاع الاقليميه، وحرص وفد الكونجرس على الاستماع لرؤيه الرئيس حول كيفيه استعاده السلم والأمن بالإقليم وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية. وضح الرئيس في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة. نروح لملف مهم وهو ملف الصادرات الزراعية المصرية، وهي الحقيقة بتعمل قفزات وبتزيد بشكل كبير جدا. تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقرير من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الجزء الأول أو الربع الأول من أكتوبر من يناير 2024 حتى 16 أكتوبر الجاري. الصادرات تجاوزت 6.9 مليون طن من المنتجات الزراعية بحوالي 4 مليار دولار و37 مليون دولار، بزيادة قدرها 980 مليون دولار وأكثر من 574 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي. أشار كمان التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، وطماطم، وثوم، وفراولة، وجوافة، ورمان. واحنا دلوقتي في فصل الخريف، وفصل الخريف معروف عنه تقلباته الجويه، الاصابه بنزلات البرد او العدوى التنفسيه بتزداد فرص الاصابه بيها في فصل الخريف، خاصه من وقت كورونا من 2020 كده، وبقى شكل ادوار البرد مختلفه، بقت اعراضها مختلفه، بقى ممكن حد يجي له اعراض خفيفه لكن تبقى عنده فعلا عدوى ويقدر يعدي غيره. فازاي ممكن نعرف الاعراض؟ ازاي ممكن نحمي نفسنا، نحمي اولادنا في فصل الخريف؟ هنعرف من الدكتور شريف حته، استشاري الصحه العامه والطب الوقائي. اهلا بك يا دكتور. صباح الخير. يعني صباح الخير. صباح الخير عليك. صباح الخير ياسمين. اهلا بحضرتك. ايه العدوى المنتشره دلوقتي في فصل الخريف، وايه اكتر الادوار اللي الناس بتصاب بيها في فصل الخريف؟ هقول لك. طبعا زي ما انت تفضلتي وقلتي دور البرد العادي، عندنا الانفلونزا، وهم دول اكتر حاجات بتبقى شائعه بالاعراض بتاعتها المختلفه اللي هي تتمثل في الرش، وفي الاحمرار في العينين، وفي ما اقدرش اقول ارتفاع درجه الحراره بشكل دائم، لكن احيانا بيبقى في اذا حصل التهاب في الحلق ممكن تتطور الى عدوى بكتيريه، ويبدا بقى ايه، يبقى في كحه وفي ارتفاع في درجه الحراره بشكل مستمر. ساعتها بنبدا ناخد ايه، المضاد الحيوي. لكن باستشارة طبيب، بس لازم نأكد ان المضاد الحيوي لازم باستشارة طبيب مش من نفسنا. طبعا طبعا هو من الاول اصلا احنا بنستشير الطبيب علشان تحديد الجرعة قد ايه، طبعا ان الاطفال بتختلف من واحد للتاني في الجرعة وفي نوع الدواء اللي بياخد. ده مهم قوي، لانه في بعض الناس بتفتكر انه بما انها حاجه متكرره كل سنه في الخريف بيجي لهم برد، فالعادي ان هم ياخدوا من نفسهم مضاد حيوي، فكان لازم نأكد على النقطه دي. هل يا دكتور طبعا ممكن يجي لحد عرض واحد من الاعراض دي وده معناه ان هو مصاب بعدوى؟ جدا ممكن، بس مجرد يعني مجرد يبقى عنده رشح بس فقط، ده معناه برضو ان هو عنده دور برد خفيف مفيش مشكله فيه، بياخد حاجه مضاد هيستامين عادي والامور بتعدي. ممكن ناس كتير تلاقي، ممكن الاطفال تلاقي عنده صداع، لان احيانا بيحصل التهابات في الجيوب الانفيه، وده نتيجه تعرضه احيانا للهواء المباشر بتاع وهو نازل الصبح من البيت، بيتعرض للهواء طالع من مكان دافئ لمكان بارد، فالهواء اللي بيجيله ده بيخلي يحصل التهابات في الجيوب الانفيه، ده اللي ممكن يخليه عنده صداع. عشان كده بننصح دايما الامهات خلي الطفل يحط منديل على بقه وهو نازل وهو خارج من البيت علشان ما يجيلوش تيار الهواء ده. في احيانا بعض الناس بتنصح انه تشرب ميه فتره قبل ما تخرج في تحديدا في الوقت بتاع الصبح ده. عامة هي ملهاش اساس علمي، ولكن خلينا نقولها نشجع الناس تشرب ميه. في العموم يعني. الميه دايما بترطب من الاغشيه المخاطيه اللي بتحيط
للجيوب الانفيه وللحلق، فبالتالي شيء كويس جدا برضه تطيب هذا المكان. طيب لو حصل بعد الشر عدوى ازاي نتصرف؟ ايه الاجراءات اللي ناخدها وايه الاجراءات الوقائيه علشان ما يجيلناش العدوى؟ اول حاجه ما ننزلش من البيت، ما نروحش المدرسه. ده لو في عدوى بالفعل. تمام. لو عدوى بدات تظهر اعراض يبقى ده الراحه التامه في الاول خالص. تمام. وبعدين انت عايزه تتكلمي الاول بقى ازاي يحمي نفسه من العدوى اساسا. احنا قلنا من الاول خالص ان هو بيغطي بقه علشان او منطقه الفم والانف وهو خارج من البيت. ثاني حاجه في المدرسه ما يقعدش يعني ما يبقاش نفسه في نفس زميله في المدرسه، في الكلاس بيبقى ايه، يحاول يخلي فيه مسافه بينه. لو هيعطس او يكح زي ما قلنا في الكوع ما يبقاش في وش في زميله اللي جنبه. غسيل الايدي باستمرار قبل الاكل وبعد الاكل وبعد ملامسه الاسطح. قبل ما يقعد على الديسك بينظفه بمنديل. التهويه الجيده للمكان ده مهم جدا جدا، وده بننصح بيه المدارس. حصل التغذيه الصحيه السليمه بقى، طبعا انت عارفه لازم يبقى اهتمام بالخضروات والفواكه في اللانش بوكس اللي هو واخده معاه، يكون فيه متنوع في خضروات وفاكهه كتير علشان يقدر يقوي من جهاز الغذائي المتكامل. طب في نقطه غسل الايد دي يا دكتور، عشان دلوقتي بقى معظم الناس بتستسهل الوايبس او المناديل المبلله، هل بتحل محل غسيل الايد بالصابون؟ في حاله عدم توفر الميه انت مش تأدي الغلط لحد ما يلاقي ميه اغسل ايد، لان هو لو في اي حاجه على سطح الايد ممكن المناديل المبلله تشيلها يعني. طيب سؤال اخير، احنا اتكلمنا دلوقتي على الوقايه من العدوى، لو لا قدر الله حد اصيب بالفعل ايه الاجراءات اللي ياخدها؟ امتى الموضوع يبقى مستاهل ان احنا نزور الطبيب؟ راحه منزليه. احنا اتفقنا مع بعض طبعا ان استشاره الطبيب واجبها في كل الاحوال. لو الام ليها طبيب التواصل معاه عن طريق الواتساب او اي طريقه. والاعراض خفيفه في صوره رشح وفي صوره احبار في العينين ودور برد العادي، وناخد مضاد الهستامين وبناخد البخاخه بتاعه الانف اللي ممكن تسلك الامور. لا لو لقينا الموضوع لا فيه ارتفاع في درجه الحراره او كحه وزادت الاعراض عن اللازم، نروح للدكتور عشان يسمع صدره ويشوف اذا كان فيه التهاب في الشعب الهوائيه وهيحتاج ياخد موسع شعب هوائيه وخافض للحراره ومضاد حيوي. شكرا ليك يا دكتور شريف، دكتور شريف حتى استشاري الصحه العامه والطب الوقائي، وربنا يحفظ الجميع يا رب. وفصل الخريف يعني معروف انه كمان في مصل انفلونزا حضراتكم تقدروا تاخدوه يحميكوا طول فصل الخريف، وبيمتد كمان لبدايات الشتاء والشتاء كله لحد ما بنوصل للربيع، فهو بيحمي بنسبه كبيره جدا من اعراض البرد ومن الاصابه بنزلات البرد والامراض التنفسيه والعدوى التنفسيه المتعارف عليها في فصل الخريف. مصر جميلة النهاردة. هنروح مع حضراتكم سريعا لمدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، هنزورها سريعا ونروح بحري حلقة السمك، من أشهر الأماكن اللي ما ينفعش أي حد يروح إسكندرية من غير ما يروح حلقة السمك، يمكن عمرها 200 سنة أو أكتر ولها تاريخ وقصة، هنحاول نحن نتعرف عليها أكتر. معنا على التليفون الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذه اسماء، اهلا بحضرتك وبالمستمعين والمستمعات. اهلا بحضرتك. وبنتكلم في اكتر من 200 سنه، خلينا نرجع الى تاريخ انشائها وامتى تم بنائها وامتى تم اتخاذ القرار ببناء حلقه السمك. اتفضل. طبعا حلقه السمك في اسكندريه في منطقه الانفوشي بحري تعتبر من المباني التراثيه المتميزه اللي امتد عمرها لاكثر من 200 سنه،
هي عادة بنيت في عهد محمد علي باشا، أصدر فرمان رسمي في 1834، يعني بتقترب من 200 سنة، لتجميع الصيادين لبيع السمك بدل ما كانوا بيبيعوه في الطرقات يعني في الشوارع وكده. واللان بتخضع لعملية تطوير شاملة يعني تبلغ حوالي 230 مليون جنيه. طبعا ما فيش حد يعني بيروح اسكندرية لازم يزور الحلقة ويشتري الأسماك البحرية الطازجة اللي موجودة في هذه الحلقة المتميزة، لأنها من المعالم بتاعة المكان. تبدأ طبعا الحركة في هذا المكان الخامسة صباحا بعد أذان الفجر مباشرة. بيحصل بقى إن بيجي الصيادين بيجيبوا السمك اللي هو يكون موجود في طاولات سمك، وبيتم بيعه بالمزاد العالي، فبيشتري منه البائعين وبينطلقوا طبعا التجار للأسواق لبدايه يوم عمل جديد من الساعات الاولى من الصباح. لما حضرتك بتدخلي يا استاذه اسماء الحلقه بتشم بقى ريحه السمك، عوده للزمن الجميل، الزمن بتاع الملكيه، مبنى عريق جدا وقديم ومقسم الاجزاء بداخله بحيث ان البائع يقدر يشتري وعفوا يحط البضاعه الخاصه بيه. وتاريخ الحلقه زي ما حضرتك ذكرتي وانا ذكرت ايضا 1834، لكن في عهد الانجليز تم تاسيس سكنه عسكريه بجوارها للضباط الانجليز، ووقفت حركه البيع في هذه المنطقه لفتره، لكن بعد الحرب العالميه الثانيه عادت الحركه بتاعت البيع والشراء من جديد الى الحلقه، واصبحت مقر تجاري كبير جدا لتجار السمك. والمبنى يعتبر مبنى تراثي مسجل وبيخضع حاليا لعمليه ترميم لانه طبعا ليه اهميه تاريخيه لانه عدى عليه 100 سنه واكثر. طبعا الهدف من احياء الحلقه بتاعت السمك احياء لهذا المشروع. قبل ما نتكلم على الهدف من الاحياء خلينا نتكلم على ملامح الاحياء نفسه، ان احنا مش بنتكلم على المبنى فقط اللي هيتم تطويره لكن المنطقه كلها. طبعا المشروع زي ما حضرتك عارفه في ثلاجات ومخازن متطوره لحفظ الاسماك، هيبقى في مطاعم بالادوار العليا للمبنى مزوده بمطابخ خاصه. أيوة. هيبقى في عمل مصاعد خاصه لنقل الاسماك، وكما ذلك مصاعد لخدمه الجمهور ومطاعم. هيبقى في جراج بمساحه حوالي 3300 متر مربع، والمشروع هيبقى فيه توسعه للمبنى الحالي بمساحه تزيد يعني حوالي 2000 متر مربع على الارض اللي هي الفاضيه المجاوره للحلقه، ونقل كل بقى الانشطه التجاريه من مزادات الجمله والتجزئه اليه، ويتم ايضا ترميم المبنى التراثي واحلال وتجديد المبنى الملحق بالحلقه الحاليه مع الحفاظ على القيمه بتاعته طبعا التاريخيه. طبعا حوالي 23 محل بيع جمله و28 محل بيع قطاعي وتسع محلات للبيع الخارجي واثنين مكاتب اداريه ومخازن، فده يعني مشروع كبير جدا. ويتم برضه تطوير الاعمال الكهروميكانيك في المشروع واستخدام الدرجات الكهربائيه الوضع عليها مناسبه لنقل الاسماك من الميناء للحلقه، لان طبعا ونسبه الانجاز وصلت في المشروع حوالي 65% لحد دلوقتي، وزي ما ذكرت التكلفه حوالي 230 مليون جنيه ومده التنفيذ 20 شهر ان شاء الله تعالى. طب عايزين نتعرف على اهميه المنطقه تاريخيا وسياحيا بالنسبه للسياحه. هي طبعا بالنسبه لنا منطقه بحر الانفوشي دي تعتبر من اهم المناطق الاثريه والتراثيه، زي ما سيادتك عارفه ان عندنا قلعه قايتباي موجوده هناك في هذا المكان المتميز، وهذه القلعه بفضل الله يعني تم عمل الصوت والضوء بها منذ يعني 6 اكتوبر اللي فات، ده كان يوم الافتتاح، وده شيء عظيم جدا ان ينتقل مشروع صوت والضوء. احنا عندنا في الاهرامات، عندنا في الكرنك، عندنا في الاقصر، عندنا في فيلا في اسوان، لما نحطه هنا في اسكندريه شيء جميل جدا بيحكي طبعا تاريخ المكان وتاريخ المدينه وقلعه قايتباي ودورها في الحفاظ على مصر، لانها كانت يعني زي ما احنا عارفين هي انشئت في فتره المماليك، وكان الهدف منها ان هي حمايه مصر ضد الهجمات الجايه من الخارج، خصوصا الفتره العثمانيه اللي بعد كده جت واحتلت مصر. وهو طبعا في العهد الانجليزي تم تدمير القلعه ثم ترميمها. فضلا عن منطقة الأكواريوم في عندنا متحف الأحياء البحرية، المتاحف المطاعم الشهيرة في هذه المنطقة اللي بتطل على الميناء بتاعة منطقة الأنفوشي، واللي رسم لها محمود سعيد الصورة الجميلة بتاعة المراكب اللي موجودة هناك في هذه المنطقة. فضلا طبعا حضرتك بتمشي شوية قدام تلاقي منطقة المساجد، مسجد أبو العباس، كل هذه المساجد الشهيرة في هذه المنطقة. طبعا منطقة بحر تعتبر يعني تراث مدينة الاسكندرية، السيالة، بحري، ونخش بعد كده قدام على قصر راس التين والبحرية المصرية وكل هذه الأماكن التراثية العظيمة اللي تمثل تاريخ مدينة الاسكندرية عبر العصور، لأن المدينة زي ما حضرتك عارفة مدينة كوزموبوليتانية تعايش فيها جميع الأجناس والديانات، وهي مدينة تاريخية متميزة. منطقة البحر والأنفوش بالذات من أهم المناطق اللي بتدينا التاريخ هذه المدينه، وبعد كده ننزل لعند الكرموز ونروح عمود السواري، وبعد كده نشوف كوم الشقافه، فكلها منطقه متداخله بشكل جميل جدا هناك التراث والتاريخ والمنطقه الشعبيه اللي هي اصل مدينه الاسكندريه العظيمه. حقيقي شكرا الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الاثار بمكتبه الاسكندريه. كده الشرق الاوسط من القاهره والتعدينات 21.
شمسه تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. ده اليأس كافر والخوف ساتر بينك وبين حياتك والعالم، سنين وخبت جوانا حكاية خايفين نعيشها وننساها. صباح الخير من تاني هنبدأ رحلة تودينا لأيامنا. صباح الخير. تعالوا نروح لأخبار خفيفة لكن كمان نشوف الأخبار الحلوة والإيجابية وأبطال مصر في الرياضات المختلفة. الرياضة في مصر بخير. هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة نجحت في تحقيق لقب بطولة أفريقيا اللي أقيمت في مدينة أديس أبابا في إثيوبيا، وتمكنت من الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 4-3 بعد مباراة ماراثونية مع لاعبة منتخب مصر مريم الهضيبي اللي فازت هي كمان بالميدالية الفضية للبطولة. كده بتكون هنا نجحت في الفوز بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها والمرة الثانية على التوالي بعد الفوز بلقب بطولة العام الماضي اللي أقيمت في تونس، وكده بتكون هي أول لاعبة مصرية قدرت أن هي تفوز ببطولة أفريقيا لسنتين وراء بعض. ألف مبروك لهنا وألف مبروك لمصر. البطولات والألقاب والميداليات اللي دايما عندنا لاعبين وأبطال رياضيين في مختلف الرياضات بيحصلوا عليها وبيرفعوا اسم مصر وعلم مصر دايما فيها، ألف مبروك ليك يا هنا. استمرارا مع الأخبار الحلوة والمباركة والألقاب اللي بتحصل عليها مصر، سواء كنا بنتكلم بقى على الأهلي أو أي فريق، لكن النهاردة هنتكلم على الأهلي. توج مساء أمس الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد بعد الفوز على فلاورز البنيني 43-22 في المباراة النهائية. الأهلي نجح في التتويج بلقب إفريقيا للأندية للمرة السابعة على التوالي، المرة السابعة والتانية على التوالي بعد الفوز على فلاورز، والمرة السابعة في تاريخه. والأهلي كان قبل كده توج باللقب الموسم الماضي على حساب فريق من الكونغو. ألف ألف مبروك للأهلي وألف مبروك لكل الفرق المصرية اللي بتحصل على أي مسابقة أو أي ميدالية أو أي لقب، لأن بالتأكيد المهم عندنا أن احنا نشوف علم مصر دايما مرفوع. طيب اهم ترند واشهر ترند اليومين دول يا اسماء الكلب البلدي اللي اتصور وهو موجود فوق اكبر اهرامات الجيزه فوق هرم خوفو، كانت يعني سابقه هي الاغرب حول العالم. مين اللي صوره ومين اللي شافه؟ كان طيار امريكي اسمه مارشال، كان مع زملائه الطيارين المظليين بيعملوا يعني زي سكاي دايفنج كده فوق اهرامات الجيزه باعتبارها منطقه اثريه مهمه جدا. الاهرامات هي الوحيده الباقيه من عجائب الدنيا القديمه، فبيتعمل طول الوقت انشطه سياحيه فيها. فهم طايرين وهو طاير كده بالمظله شاف المشهد ده، الكلب البلدي الموجود فوق اعلى قمه هرم خوفو، وصوره بالموبايل ونشروا على صفحته وكان منبهر جدا جدا. يعني هم افتكروا في الاول انه ده اسد جبلي، ما كانوش مصدقين ابدا انه ده كلب بلدي عادي، لانه ازاي استحمل الضغط، ازاي طلع لفوق، ازاي الرياح مثلا ما وقعتوش. لا، الكلب البلدي قدر ان هو يطلع لاعلى قمه جبل هرم خوفو ونزل كمان. فكان بدون مبالغه هو حديث العالم كله، كل صحف العالم اتكلمت عنه، كل المواقع الاخباريه ومنصات التواصل الاجتماعي كلها نقلت الخبر ده، كلهم بيتكلموا عن الكلب البلدي المصري الموجود فوق الاهرامات. والموضوع وصل كمان لانه عدد من السائحين الامريكيين بيدوروا على الكلب ده وبيقدموا عروض ان هم يشتروه. وصلت العروض دي ل $100,000 امريكي، يعني قد ايه هم منبهرين بالكلب البلدي. عندنا منه كتير على فكره، لو عايزين نبيع بقى بالرقم ده فاحنا عندنا منه كتير. الطيار الامريكي كمان سي ان ان الامريكيه عملت معاه حوار لان هو اللي شاف المشهد الغريب ده، وقال لهم ان احنا لاحظنا كانه يعني واحنا رايحين وجايين كده فوق الهرم وبنتفرج على المشهد الرائع ده من فوق اهرامات الجيزه، بيقولوا ان هم افتكروه اسد جبلي. وقال كمان وهو مستغرب انه ازاي قدر ان هو يطلع وقدر ان هو ينزل، ويعني هم كانوا كمان بيقولوا انه اكيد هو لقى بوابه سريه تساعده ان هو يطلع وينزل فوق الهرم بالسرعه دي.
وبعدين بدافع الفضول كمان. في ناس بتدور على الكلب زي ما بقولت لكم، في ناس عايزه تشوف وتعرف ازاي هو قدر يطلع وينزل بسلام، كانت حاجه غريبه جدا. لكن طبعا بدون جدوى محدش قدر يعرف هو طلع ونزل ازاي. لكن بالمناسبه انا عايزه اقول لكم انه بيشبهوه كمان بانوبيس. انوبيس في الحضاره المصريه القديمه هو اله الموتى او حارس الموتى والمرشد للارواح في العالم الاخر، وبيحرس المقابر. وبما انه الاهرامات هي مقابر لملوك في مصر القديمه، فشبهوا الكلب البلدي ده بانوبيس. وانوبيس كان عباره عن يعني هيئه رجل براس كلب، فيعني واضح كده انه الحياة المصرية القديمة بتتجدد واحدة واحدة، لكن الأكيد إن كل ما هو مصري مبهر. فرصة عمل، فرصة عمل بقى اللي بيدور او اللي اعلن عنها الملياردير الامريكي ايلون ماسك، وقال ان هو عامل فرصة عمل للشباب على مستوى العالم. يعني اي حد من اي سواء ما كانت بقى منين، هو فرصة العمل دي متاحة، الراتب بتاعها بيصل ل 65 دولار في الساعة الواحدة. ده طبعا حلم كتير جدا من الشباب. تخيل ان انت تروح اول شغل، او مش لازم اول شغل، لكن شغلك بتشتغل مع مين؟ مع ايلون ماسك. طبعا حاجه رهيبه في مجال الابتكار والتقدم. المهم عباره عن ايه؟ عباره عن وظيفه فنيه هيقوم الشخص اللي هو المطلوب ده بالتاكد من انظمه الذكاء الاصطناعي في الشركه، وبيعمل بشكل ان النظام ده بيعمل بشكل صحيح من خلال توفير البيانات والملاحظات، وان هو يعرف ان النظام ده كمان امن، وبيساعده الذكاء الاصطناعي على انه يصبح او يصبح اكثر ذكاء. يعني بيعملوا ان الذكاء الاصطناعي ده يبقى اذكى ويبقى فيه تقدم اكتر واكتر من اللي احنا عايشين فيه، وده من خلال اعطائه المعلومات الصحيحه بالطريقه المناسبه. المهام كمان لم تقتصر عند هذا الحد، لكن قال كمان انه المفروض يقدم للذكاء الاصطناعي بيانات واضحه وبتكون مصنفه، ويمكن عن طريقها التعلم، وبحيث تساعد في تدريب انظمه الذكاء الاصطناعي القادره على فهم اللغه. يعني كل الانظمه اللي هي بتتفاعل معاك بشكل كبير جدا علشان بتبقى فاهمه اللغه بتاعتك من خلال التعامل من خلال البيانات، بيخليها افضل واذكى واكثر قدره على التفاعل. زي برامج الدردشه المختلفه، انت دلوقتي بتدخل تكلم الكمبيوتر او تكلم التليفون ويرد عليك ويعمل لك بحث ويعمل لك تقرير ويعمل لك اي حاجه انت عايزها، هو بيتفاعل معاك من خلال هذه الانظمه. الشخص كمان بيعمل او هيكون في وسط فريق كامل فني، وده حتى يتمكن من جمع وتنظيم البيانات اللي بيحتاجها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي هيكون هذا الشخص مسؤول عن التأكد ان البيانات دي ذات جودة عالية. الشروط، الشروط ان انت طبعا تجيد القراءة والكتابة باللغة الانجليزية، ومفيش شرط خبرة. يعني ايلون ماسك ما عايز حد، مش عايز شرط حتى خبرة في التكنولوجيا، لكن ممكن يكون عمل مثلا في الكتابة قبل كده او في الصحافة. كمان ان هو يكون عنده مهارات بحثية قوية، هي دي المطلوبة، المهارات البحثية القوية، ويكون عنده قدرة عالية على البحث في المعلومات من مصادر مختلفة. الوظيفة هتكون عن بعد، يعني ممكن تكون قاعد في بيتك وتكون ممدد في السرير، وممكن تكون في اي بلد من البلاد وبتشتغل، هيتم العمل من المنزل. وبعد فتره تدريب لمده اسبوعين، من المتوقع كمان ان الشخص اللي هيشتغل هيشتغل لساعات عمل منتظمه، يعني هيكون عنده دوام، والراتب بتاعه زي ما احنا قلنا هيتراوح ما بين 35 ل 65 دولار في الساعه. يلا بقى كله يصحى كده ويقدم، وربنا يوفق الجميع. لفت نظري فعلا انه مش طالب خبره في التعامل مع التكنولوجيا، رغم انه الشغلانه نفسها الوظيفه ان هو هيدرب او هيضيف بهارات للانسان الالي.
يعني هو مش مشترط خبره، مش زي ما بنشوف كده عايزين حديث التخرج وخبره بحث. سنتين في نفس الوقت ازاي مش عارفه بيعملوها؟ لا ما هو مشترط حاجه اهم، البحث، ان انت عندك القدره على البحث في كل المجالات دي حاجه مهمه جدا. يعني انا رايي انه اي حد يقدر يلتحق بوظيفه لو اتدرب عليها يقدر ان هو يتقنها لو عنده فعلا الرغبه ان هو يعمل ده، انما بنشوف البعض الشركات احيانا تقول لك انا عايزه حديث التخرج وعنده خبره سنتين يعني يعملها ازاي؟ انا ما ببقاش فاهمه، ما ناخد اللي لسه متخرج ده ندربه ونعلمه وهيبقى شخص عنده خبره برضو. على كل حال خلونا نروح لواحد من الفيديوهات الملهمه اللي نحب ان احنا نشاركها مع حضراتكم. فيديو انتشر في امريكا على منصات التواصل الاجتماعي لاب ماشي الكرسي المتحرك وبينزل من السلم او على السلم بالكرسي، وكمان بيساعد بنته الصغيره ان هي كمان تنزل على السلم. خلونا نشوف الفيديو ونرجع مره فيديو كمان من الفيديوهات اللي انتشرت بشكل كبير على التواصل الاجتماعي لراجل كبير في السن بيبهر الجميع بأدائه وتحكمه في كرة القدم. يعني ده أكيد وهو صغير كان بيحب يلعب كرة قدم جدا، ويمكن يكون ما قدرش ان هو يحقق حلمه ان هو يبقى لاعب كرة قدم، لكن استمر مع الحلم. وبنشوف من خلال الفيديو هنشوفه مع حضراتكم ازاي من خلال اللي هو بيعمله التحكم الشديد في الكرة. نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم. عشرات الالاف من المصريين الموهوبين في لعبه كره القدم، يعني عندنا عشرات الالاف من محمد صلاح وعندنا 100 مليون موهوب في حاجات تانية كمان غير كره القدم. انا مؤمنه جدا ان كل انسان عنده موهبه، بس ممكن يكون هو لسه مش عارف ايه هي، مش عارف يوصل لها، بس كل انسان عنده موهبه طبعا. والشغف والحب ده، الفيديوهات اللي زي دي اللي بيبقى فيها كبار السن سواء كانوا بقى بيلعب كره قدم ولا بيلعب سباحه ولا بيلعب في حاجات كتير جدا بنقدمها لحضراتكم، ده بيبين قد ايه ان الواحد بيبقى عنده شغف مهما كان وهو صغير. ممكن يبقى عنده الموهبه فاي حاجه، الرسم او العزف او لعب كره القدم، وما قدرش ان هو يحقق ده وهو صغير، لكن بتستمر معاه يعني لغايه ما يوصل. ربنا يديله يا رب طولة العمر ويدي حضراتكم طولة العمر والصحه. الشوق 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 حيرني، الشوق الشوق سهرني، الشوق 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 حيرني، الشوق الشوق سهرني، الشوق الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق، الشوق الشوق حيرني. بصت على مهلي ومشيت على مهلي، يمكن تشاورلي يمكن تندهلي. بصت على مهلي ومشيت على مهلي، يمكن تشاورلي يمكن تندهلي. ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها وعينيها قالتلي حاسب من أهلي. ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها وعينيها قالتلي حاسب من أهلي. وكوان الشوق وضنان الشوق، وكوان الشوق وضنان الشوق، ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق، الشوق الشوق حيرني.
اغلب المصورين الرياضيين غالبا يعني بيبقوا من الرجاله نسبتهم حوالي 62%، الستات المصورين الرياضيين 32% بس من اجمالي المصورين الرياضيين. بيقولوا يعني، ودايما للاسف الستات بيتم توجيه التهم دي ليهم، بينتقصوا من قدراتهم، بيقولوا ان الستات ما بتعرفش تتعامل مع المواقف. يعني في النهايه ما بينظرش للست بجدية في مواقع العمل، وخاصة لو بنتكلم على مهنة زي دي التصوير الرياضي، ما بينظرش ليهم بجدية، ما بيتخدوش على محمل الجد يعني. لكن في فتاة أمريكية قدرت ان هي، اسمها جابي، قدرت ان هي تكسر القواعد واصبحت اول امرأة بتصور جولة قبل المباراة في الدوري الرئيسي للعبة البيسبول. نروح لفكرة، يمكن الفكرة دي كتير منا كان في فترة من فترات بيطالب بيها، ان هو العروسة تبقى شبهنا، مش كل ما الاطفال او كل يبقى في شكل واحد زي اللي هي العروسة. طبعا عند كل الاطفال وكل الاطفال عايزينها العروسة باربي اللي هي عينيها زرقاء وشعرها اصفر. ففي فكرة ان الاطفال طبعا كل واحد ما بينزل بيحاول يدور على العروسة اللي شبهه. فشركة في بريطانيا قدرت تعمل ده، وقدرت تعمل حاجة لطيفة جدا جدا، ان هي تعمل عرايس صغيرين للاطفال، عروسة مصابة ببهاق وعروسة عندها وحمات. ليه؟ علشان الطفل من هو صغير يتعود على تقبل الآخر. لو الطفل عنده بهاق يدخل ويدور على العروسة اللي شبهه، لو طفلة عندها وحمة هنا ولا هنا ولا هنا تدخل تدور على العروسة اللي شبهها. احنا دايما كنا بنقول ده، ان احنا مش عايزين العروسة اللي عينيها زرقاء وشعرها أصفر، احنا لوننا خمري وشعرنا غامق وشعرنا مش اللي هو كده، عايزين العروسة اللي هي شعرها مكسر شوية مجدول زي بتوع الشرق الأوسط عامة. فالفكرة نفسها ان انت تعمل عروسة شبه الطفل الصغير من الأفكار الجميلة جدا. أعتقد ان الفكرة دي هتلاقي نجاح كبير، وبالفعل كان ليها رد فعل إيجابي جدا من الأباء والأمهات على المواقع الخاصة بالشركة، وكمان الأطفال الصغيرين يعني رحبوا بالعروسة جدا. فطبعا فكرة رائعة أعتقد يعني. شكل العروسة المثالية اللي هي الشعر الأصفر والعين الزرقاء، حتى انه الست بتبقى يوم فرحها تروح تعمل نفسها كده، عايزه فاكره نفسها كده تبقى عروسه مثالية، او تبقى يوم فرحها على طول تروح تصبغ شعرها اصفر وتلبس العدسات الزرقاء وتبقى معتقده ان هي كده بقت جميله او وصلت لدرجه الجمال المثاليه. وانما في الحقيقه انه الجمال هو الطبيعه، هو شكلك الطبيعي اللي ربنا خلقك عليه. كل ما هو مختلف رائع، يعني بالعكس، مش لما نبقى شبه بعض هنبقى حلوين، ده بالعكس لما تبقي مختلفة هيبقى شكلك أحلى وهيبقى شكلك مميز. فكرة العروسة بجد المختلفة واللي شبه الولاد الصغيرين في حاجات مختلفة فكرة حلوة قوي، وأنا نفسي الشركات بقى مصرية كمان في لعب الأطفال تعمل ده، تعمل عرايس شبهنا هنا في مصر. العروسة فكرة حلوة، السمراء واللي شعرها مجعد شوية واللي عاملة ضفيرة واللي لابسة اللبس بتاعنا، مش لابسة بقى الحاجات الغريبة اللي احنا بنلاقي برضه لابساها دي، لا لابسة اللبس بتاعنا والجلابية البلدي والجلابية الفلاحي، الحاجات دي كلها هيكون لها رد فعل بالتأكيد رائع يعني. فأعتقد أن دي فكرة هي طلعت في بريطانيا، بس لو عممناها في كل الدول العربية أن احنا نلاقي العروسة لابسة اللبس بتاعنا وشكلنا، هيبقى رد الفعل أفضل بكتير. صح والله، أنا يا ريت نفسي أشوف ده. طيب خلونا دلوقتي نروح لأنا المصري. النهاردة معانا تقرير عن الفنانة الكبيرة الراحلة ليلى فوزي في ذكرى ميلادها، نتوقف عند أبرز محطات حياتها في أنا المصري ونشوف حضراتكم بعد فاصل قصير. الأمل ماله
مع دخول فصل الشتاء زي ما الجو بيبتدي يبرد، اول حاجه بتحس بيها البرد بتحس برضو على طول ان انت جعان، احساس ما فيش حد يعني ما بيحسوش. طول النهار والليل في الشتاء احنا مشوارنا الوحيد لغايه التلاجه، نروح ناكل ونقول نبقى لسه واكلين وبرضو حاسين بالجوع. طب هل ده بيبقى جوع حقيقي ولا بيبقى مجرد احساس، ولا بيبقى فيه العقل هو اللي بيدينا الاحساس ده لكن احساس مزيف؟ ازاي نعرف ان احنا فعلا جعانين وان ده مره تبقى جعان بجد ومره ما تبقاش؟ ده اللي احنا هنحاول نعرفه، ازاي نقلل من الجوع في فصل الشتاء. بتشرفنا الدكتوره آلاء رأفت اخصائي التغذيه العلاجيه، اهلا بيكي وصباح الخير. اهلا بيكي يا دكتور آلاء. احنا بنقول كده دايما في الشتاء انه الاكل بيدفي، يمكن حجه، يمكن بنقول كده عشان بس نريح ضميرنا، لكن ايه بجد الاسباب اللي بتخلي الناس بتجوع في الشتاء وتحديدا بالليل؟ هو ممكن يكون يعني هي ليها اكتر من سبب، ممكن يكون ضغط نفسي. يعني الانسان لما متعرض لضغط نفسي ممكن مثلا هرمون الكورتيزول عنده في الجسم بيعلى، فبالتالي بيحس ان هو عايز ياكل اكل فيه حلويات اكتر، مخبوزات، مقليات. طب الضغط النفسي ده بيبقى صيف وشتاء؟ صيف وشتاء، بس الفكره ان القلق والتوتر لما بيخلي الجسم بينتج هرمون الكورتيزول، الهرمون ده هو ده اللي بيخلي الجسم في حاله توتر اكتر، فبالتالي عايز ياكل اي حاجه ميال اكتر للدهون، السكريات اكتر. مفيش علاقه الشوكليت صريحه ما بين الجو البرد وما بين الرغبه في الاكل؟ ان الدنيا مثلا لما تبقى ساقعه ممكن الجسم بيحاول يلاقي اي حاجه تدفي، يعني تدفي اكتر، فبالتالي بيلجا للحاجات اللي هي مسكره اكتر، اللي هي منها بتظبط يعني المود بتاعه وفي نفس الوقت يحس ان هو اتدفى اكتر، فبيلجا للسكريات. بس طبعا ده مش صح، مش معنى ان احنا سقعانين ان احنا نرجع لحاجه مسكره هتدفينا، لا، احنا ممكن ناكل وجبه متكامله فيها نشويات وبروتين، فاكهه، خضار، سلطه، وجبه تكون متكامله، هو كده هيحس بالدفع عادي جدا، مش شرط يلجا للبقلاوه والحلويات والحاجات دي اكتر. بس ده احنا ده شعور يعني مش غير مقصود. يعني ليه انا ممكن باكل وجبه متكامله وزي ما انت قلتي فيها كل حاجه وخلاص وشبعت، وبعديها بساعه ساعتين بالكتير ببقى خلاص يعني اتدور جوعا يعني؟ ايوه، السبب ده سببه ان احنا لما بناكل الاكل العالي الدهون وفي نفس الوقت يكون فيه نشويات كتير او سكريات كتير، ده بيرفع نسبه الانسولين في الدم عندنا، فبنلاقي نفسنا جعانين جدا جدا على مدار اليوم. فده مش صح. يعني ده حسب نوع الاكل؟ حسب نوع الاكل، هو ده اللي بيحدد اذا كنت هتشبعي فتره قد ايه، او هتكوني شبعانه يعني قد ايه مثلا على مدار اليوم، ولا بتشبعي مثلا بعد ساعه ولا بعد ساعتين، كل ده على حسب نوعيه الاكل. طب لو كلت بالنهار او على مدار ساعات اليوم الاكل الصحي المفيد اللي بيشبع تمام كل حاجه، وجيت بالليل جوعت برضه، ده بيحصل عند ناس كتير من الناس كمان اللي بتحاول تمشي على انظمه غذائيه تقلل وزنها، بالزبط. بيمشي على النظام زي ما هو وبرضه بيقع في الفخ ده، لان الفكره ان في ناس بتقول مثلا انا هاكل وجبه واحده بس في اليوم، الوجبه دي فيها كل حاجه وهقعد طول اليوم مش هاكل اي وجبات. طب هتعمل ايه؟ هلقط، يعني مثلا هاكل شيبسي، هاكل مثلا حته كيكايه مثلا صغيره، اخطر حاجه، شوكولاته صغيره مش هتفرق، مش دي اللي هتخني، حتى بونبوني مثلا، هشرب مشروبات، انا عمال اشرب على مدار اليوم مشروبات كتيره جدا بس ما اكلتش وجبه اساسيه، يعني مثلا نسكافيه، ماكياتو، قهوه، شاي بلبن، كل ده حاجات الحاجات دي كمان سكر. كان بترفع الكورتيزول، كل دي كالوريز، يعني انتي كالوريز، كل دي كالوريز احنا عاملين ناكلها بكميه مهوله واحنا فاكرين نفسنا ان احنا ما اكلناش حاجه، انت بشرب. لا، والقهوه بشكل عام كمان اعتقد بتزود الكورتيزول، وده بيزود ان الواحد بيحس بعد كده باحساس طبعا من وكل كمان برضو ما نزود اي اضافات عليها، يعني سكر، كريمر، لبن، الحاجات دي كلها رهيبه. مش عايزه اقول ان هو ترند، لكن في بعض الامراض زي اللي هو فرط الحركه، دلوقتي اي طفل شايب عنده فرط حركه، اي واحده بتجوع شويه او بتتخن يقول لك انا عندي اصلي مقاومه انسولين، انا لما باكل السكر عندي بيرتفع بشكل كبير فببقى جعانه طول اليوم. هي مقاومه الانسولين حاجه وفرط الحركه حاجه. لا، ما انا عارفه، انا بقول يعني عشان دي انتشرت في اي طفل بقى شقي بقى عنده فرط. اي واحده دلوقتي بتتخن تقول لك اصل انا عندي مقاومه انسولين. ده نفس الموضوع. ازاي اعرف ان انا فعلا عندي حاجة زي كده، وده اللي يستدعي بعد كده الذهاب للدكتور؟ وهل فعلا اللي عندهم مقاومة انسولين طول النهار والليل بيبقوا جعانين بشكل كبير؟ بنسبة كبيرة، طبعا الانسولين في جسمهم بيبقى مش متظبط، فبالتالي هم بيحسوا ان هم على مدار اليوم انا جعانة بشكل رهيب،
طبعا ده بنعرفه ازاي؟ لازم طبعا عن طريق التحاليل الاول، يعني مفيش حاجه اسمها انا باكل كتير يبقى انا اكيد عندي مقاومه انسولين، لا طبعا، لازم الاول تعمل تحاليل معينه نعرف منها نسبه مقاومه الانسولين عندها نسبتها قد ايه. ممكن ميبقاش عندها اصلا مقاومه انسولين، ممكن يبقى عندها، كل دي بتختلف على حسب الحاله اللي قدامي. بس يعني اقدر اقول لك مقاومه الانسولين اصلا بتيجي من ايه؟ برضو نتيجه الاكل الغلط. ان انا مثلا ممكن اكون باكل وجبه او وجبتين في اليوم، ولكن المحتوى بتاعها ايه بالظبط؟ طيب احيانا بعض الناس حالتها المزاجيه والنفسيه هي اللي بتتحكم فيها اكتر في موضوع الاكل ده، يعني متضايقه شويه فتاكل، مبسوطه فتاكل، يعني بتترجم كل حاله نفسيه ومزاجيه عندها للاكل. هل ده بيبقى مرض نفسي؟ مش مرض نفسي، بس احنا بنسميها ايموشنال ايتينج اللي هو الجوع العاطفي. يعني انا دلوقتي فرحانه قوي فهكافئ نفسي باي اكله، انا دلوقتي زعلانه قوي قوي انا ما استاهلش الزعل ده فهكافئ نفسي باكله حلوه تظبط مودي، انا مثلا متوتره قوي ومضغوطه شويه طب هاكل اي وجبه حلوه كده ايه تفتح نفسي تهدي اعصابي. فده مش صح، ان احنا هي مش مرض نفسي، بس احنا مرتبطين، يعني مرتبطين الاكل رابطينه بنفسيا انا عامله ايه. طيب انا بقى عندي القصه دي، اتخلص منها ازاي؟ نتخلص منها ازاي؟ ان احنا لازم نفرق، انا جعانه عشان خاطر انا اكله بعد كام ساعه، ولا انا جعانه عشان خاطر انا لسه واكله دلوقتي حالا وجعانه تاني وجعانه تالت. لازم احدد نفسي انا دلوقتي اكلت ايه دلوقتي، او اكله من كام ساعه، واكلت من كام ساعه ايه الوجبه اللي انا اكلتها. طيب دي بتفرق جدا. عرفت دلوقتي اتخلص من الاحساس ده ازاي؟ ان احنا مثلا اول حاجه ما نقعدش نفتح الاعلانات بتاعت الاكل الموجوده على السوشيال ميديا اللي هي المناظر دي، حتى يعني تخلي الواحد حتى لو مش جعان يجوع بس من المنظر. ده حقيقي. برضو نحاول ان احنا نظبط نومنا، ان قله النوم بتخلي الجسم متلخبط، فبالتالي انا عمال اكل بالليل والصبح مثلا مش باكل حاجه وعمال اكل بالليل. برضو الاكل بالليل او السهر الكتير بيخلي الواحد يجوع اكتر وعشان خاطر بيفكر كتير. برضو ممكن يكون احنا بناكل فاست فود كتير، الوجبات السريعه دي وجبات بتبقى مليانه دهون وسكريات ونشويات، كل ده بتكلفه واحده. يعني خدت بالي انت بنقطتين او ثلاثه قلتيهم متعلقين بالوعي. اول حاجه انا هاخد بالي انا جعان ولا لا، وكلت ايه وكلته امتى وعدى على اخر وجبه قد ايه. ثاني حاجه الوعي، ايه اللي انا بشوفه، ايه اللي بخزنه في مخي من الفيديوهات اللي بشوفها للاكل فتجري ريقي فبقى عايزه اكل حاجات زيها. فالوعي نقطه مهمه جدا. بس فلنفترض ان انا واعيه انا باكل ايه ومركزه كويس، ومع ذلك جعت بالليل، ايه الحاجات اللي تنصحي الناس تاكلها بالليل بحيث ما تضرش، ما تزودش الوزن، ما تعملش اضطرابات نوم؟ احاول اخلي الثلاجه بتاعتي تكون هيلثي شويه. يعني دلوقتي جعانه قوي قوي بالليل، هفتح الثلاجه لقيت مثلا بطاطس محمره، او لا بطاطس محمره لازم تبقى سخنه، بتبقى شفتها لازم تبقى سخنه بصراحه. يعني لقيت مثلا تورتايه او جاتو عمال املي الثلاجه بتاعتي بحاجات كلها ان هيلثي، الجبن اللي هي عاليه الدهون جدا جدا. لا ده مش صح. انا احاول انزل السوبر ماركت اختار الحاجات اللي تكون هيلثي، بحيث ان انا لو جعت بالليل وشطاني وزني وعايز اكل حاجه فظيعه، لا يبقى الثلاجه اوريدي هيلثي فيها كل حاجه. طب يعني ابقى فيها ايه؟ ممكن مثلا فيها جبنه قريش، ممكن بيض، ممكن جبن طبيعيه، ممكن شوفان، ممكن مكسرات، بس حتى المكسرات بناكلها بليمتس، يعني مش هفتح قوي فيها. ممكن مثلا احط مثلا فيها ايه، ممكن اي نشويات معقده او اي بروتين، يعني مثلا تونه برضو ممتازه جدا جدا. ممكن لو في صدر فرخه متبقي مثلا من الغدا ده احطه مثلا على سلطه يبقى حلو جدا. ممكن جريك سالاد، سلطه يوناني، جبنه فته واحط عليها خس وطماطم وبصل وزعتر وزيت زيتون، كل دي حاجات ممتازه جدا اكلها. طب انا مش قادره ان انا اقوم اطبخ، طب عايزه حاجه تكون سريعه كده دلوقتي، ممكن مثلا اقطع الخيار والجزر ستيكس وكلها مثلا اغمسها مثلا بجبنه فته مثلا او باللبنه. ممكن اخد معلقه كبيره لبنه مثلا واحط عليها شويه زعتر وزيت زيتون مثلا حبه صغيرين، واغمس بيها الستيكس دي بدل مثلا اغمسها بالبقسماط او اللي هي او الحاجات دي. لا انا عندي خيار وجزر مية مية. تكون جاهزه بس، لان بالزبط. ساعه الجوع لازم يبقى ايوه عايز حاجه جاهزه. ممكن مثلا الفشار ممتاز جدا جدا. ايوه كنت لسه هسال بقى، لان انا كل ما بجوع بالليل اول حاجه تيجي دماغي اقول الفشار ما بيتخنش، بس قد ايه؟ قد ايه دي بقى بتختلف حسب السعرات الحراريه لكل شخص. يعني مثلا ممكن تاخدي مثلا منها لو فشار بعد ما يستوي تاخدي مثلا 2 مج فشار مستوي واحطه في طبق،
مش هيبقى قدامي حاله الفشار. لا قبل ما يستوي علشان واحنا بنعمل تاخدي كبشه كده يبقى كويس، او يعني قد قبضه الايد مثلا، كبشه قد مثلا او يعني دي كويس، دي مثلا كويسه جدا جدا. حطها في الحله، حط فيها مثلا نقطه زيت صغيره خالص واخلطها، وانس ان هو خلاص بيبقى قد كده مش مشكله. هاخد انا حبه على قدي في طبق، يعني نحاول ما بقاش الاكل قدامي موجود بكميات كبيره. يا مثلا كروره فشار، انا باخدهم كلهم الحقيقه، وباكلهم كلهم يعني كده وباكلها كلها. ده صح. ممكن مثلا انا الحله هي قدامي، انا هاخد منها مثلا رينج مثلا مجين او ثلاثه مج مثلا فشار مستوي، واحطه في طبق وهروح اقعد اكل مثلا. ممكن مثلا بطاطا مشويه برضو اختيار حلو جدا. الشتا دي رائعه، ممتازه جدا، بتدفي وفي نفس الوقت سعراتها حراريه مش كتيره، بس برضو بكميه قد ايه. طب بما اننا بقى داخلين فعلا على الشتاء والجو البرد، اخبار بقى حمص الشام، السحلب، المشروبات الدافئه دي، وبيتقال برضو دي بتخن. وحمص الشام ممتاز جدا، هو اوريدي ده بروتين، يعتبر بروتين نباتي، فده ممتاز جدا. ممكن ناخد يعني كوبايه مثلا حمص الشام، كتبقى مثلا ممكن تبقى وجبه عشاء لذيذه جدا جدا. كم سعر تقريبا لو خدنا كوبايه حمص الشام؟ نقول مثلا فرنج 100 120 سعر حراري. والله والله فكميتها يعني سعراتها الحراريه تعتبر مناسبه جدا. ممكن نتخيل ان هو عالي النشويات، لكن هو عالي بروتين. عالي بروتين حمص الشام، والترمس برده عالي بروتين، ممتاز جدا. يعني بدل ما انا اكل شيبسي مثلا او الكاراتيه والحاجات دي كلها، لا انا الترمس ممتاز معايا، حمص الشام ممتاز، بطاطا مشويه، فشار. ممكن مثلا جعانه قوي خلاص هعمل قرص اومليت بالخضار مثلا، فلفل الوان كتير، ممكن احط رشه صغيره مثلا جبنه لايت مثلا موتزاريلا لايت. بمناسبه الجبن، الجبن ايه اللي منخفضه الدهون؟ يعني ابعد عن ايه؟ يعني الشيدر من الحاجات اللي اكلها ولا ما اكلهاش؟ عالية الدهون جدا، عالية الدهون، بس ممكن احنا نجيبها شادر لايت. وناخد كام برضو شريحة، هي شريحة واحدة اللي بتبقى مربعة هي دي. الجبن الصفرة عموما اظن بتبقى عالية الدهون، عالية الدهون جدا جدا جدا. والجبنة الرومي برضو دي دي معروفة، لكن دي الشادر كده. كمان اول مرة الشادر، لو ناخد شادر لايت مثلا، ناخد اللي هي الشريحة اللي هي مربعة دي ممتازة. في بتبقى شريحة مستطيلة، راح اخد نصها بس. انا مش عايزة اي حرمان في الاكل، يعني احنا بناكل كل حاجة بس الكمية قد ايه وبنحط ايه بالظبط برضو في الطبق بتاعنا. انا اقول لك بصراحه الحل الجذري لموضوع الجوع بالليل ده ان احنا ننام بدري بجد، بيخلص على موضوع الجوع بالليل ده. نام بدري هترتاح من الجوع بالليل. دي فكره ممتازه جدا، دي فكره مبتكره يعني. شفتي؟ بس في ناس ما بتعرفش تنام وهي جعانه بالظبط، او في ناس مثلا ام مثلا وبترضع مثلا، فبالتالي نومها متلخبط خلاص طبعا مع البيبي، فالدنيا هتمشي ازاي. فالفكره، فانا مثلا هاكل ايه وفي التوقيت بتاعتي قد ايه، لازم ننظم وجباتنا على مدار اليوم. طيب. ونظم عدد الساعات بتاعتها. شكرا ليكي دكتوره علاء رأفت، اخصائي التغذيه العلاجيه، نورتينا جدا جدا. شكرا ليكي. هنخرج لفاصل وبعد الفاصل هنكمل معاكم، خليكم معانا. شكرا جدا. النهارده بتنطلق مباريات السوبر المصري في الامارات، بتشارك فيه اربع فرق. فريق الزمالك في الساعه 4 مساء هيلتقي مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كاس السوبر المحلي. كمان هيلتقي النهارده على استاد محمد بن زايد فريق الاهلي والسيراميكا الساعه 8 مساء. النهارده هنقدم لحضراتكم قراءه اكتر حوالين المباريات، النسخه 22 من السوبر المصري والثامنه في ابو ظبي من 2015. هنتكلم النهارده عن تفاصيل اللقاءين مع ضيفنا اللي مشرفنا، استاذ ابراهيم منصور رئيس القسم الرياضي في جريده الوطن. اهلا بك يا استاذ ابراهيم. اهلا بحضراتكم واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، صباح الخير. وبنتكلم على يعني المباراتين مهمين جدا جدا، كل الجماهير النهارده يعني كل الناس هتبقى قاعده قدام التلفزيون. بنتكلم على الزمالك مع بيراميدز والاهلي وسيراميكا، تبتدي بانهي مباراه نتكلم عنها؟ اتفضل. لا احنا قبل بس ما نتكلم عن المباراتين هنتكلم عن اهميه البطوله. يعني البطولة دي انا في رايي انها لها طابع جماهيري خاص المره دي تحديدا. انها جايه بعد خساره النادي الاهلي للسوبر الافريقي يوم 28 سبتمبر الماضي على حساب الزمالك، فاصبحت البطوله لها اهميه خاصه لان جماهير النادي الاهلي متحفزه جدا جدا ومتشوقه لرؤيه فريقها المره دي تحديدا في بطوله السوبر المصري، لانها ما عندهاش استعداد زي ما بيتقال وزي ما بنسمع. والحافز عند جماهير النادي الاهلي وعند لعيبه النادي الاهلي ان هم ما يخسروش بطوله السوبر المصري عشان ما تكونش البطوله الثانيه على التوالي اللي هم يخسروه. في المقابل نادي الزمالك يعني استعاد الثقه وجماهيره المره دي ورا فريقها عشان تاكد ان الزمالك لم يحصد ولم يتوج بالسوبر الافريقي بالصدفه زي ما بيتقال. بعض جماهير النادي الاهلي بتقول ده انتوا كسبتوا في النهايه بركلات الترجيح. لكن الزمالك المره دي داخل البطوله وناوي عينه على السوبر المحلي زي ما حصد السوبر الافريقي. لما نروح لبيراميدز تلاقي ان بيراميدز عنده سكواد قوي جدا جدا وداخل البطوله.
يوريتشيتش اللي هو المدير الفني بتاعه امبارح الخاص بيه في المؤتمر الصحفي، قال ان احنا متواجدين في الامارات لحصد السوبر المصري. طب هل سيراميكا في المقابل، سيراميكا ده فريق رايح كده يستهان بيه؟ لا اعتقد ان هو لا يستهان بيه، لانه بطل كاس الرابطه على تصريحات الكابتن ايمن الرمادي انه ان فريقه قادر على مجارات سواء الاهلي او الزمالك. طيب يعني بعض الناس بتقول انه ده مباراه الاهلي مع سيراميكا او حظوظ الاهلي هتكون اكبر النهارده، هتكون مباراه سهله بالنسبه للاهلي، بينما الزمالك هيواجه فريق برضو مش سهل، بيراميدز فريق بيتعمل له حساب وفريق كبير ومهم. انت رايك ايه في الموضوع ده؟ انا قد يبدو ظاهريا ان مباراه الاهلي بتبقى لصالح دايما اي طرف قصاد النادي الاهلي بيبقى هو الحلقه الاضعف، لكن انا بقول لحضرتك ان مباراه النهارده هتبقى صعبه جدا جدا على النادي الاهلي، لان المباراه جايه بعد خساره بطوله وكانت بطوله مهمه في جماهير النادي الاهلي ومارس الكولر. البطوله هتبقى النهارده، مباراه النهارده صعبه ليه، مهتم يصالح جماهيره، صعبه ليه لان هو لازم يصالح جماهيره في مباراه النهارده، هيبقى عليه لعيبته عليها ضغط. في المقابل انا وجهه نظري ان سيراميكا هيلعب اريحيه، ما عليهوش ضغوط، وبيشارك في بطوله في النهايه سواء حصد الثالث حصد الثاني حصد الرابع هيبقى له مكافاه. هو بيبدا طبعا الموسم الجديد ببطوله مهمه، انه يشارك لعيبته اكيد عندها دوافع وعندها طموحات. دايما الكابتن ايمن رمادي انا شايف ان هو مدرب صاحب فكر كويس جدا، هيتعب النادي الاهلي انا وجهه نظري في ماتش النهارده. طب نتكلم على الزمالك وبيراميدز بقى، ايه نقاط القوه ونقاط الضعف؟ لا هو لو اتكلمنا عن الزمالك، هي الزمالك عنده مشكله يمكن في خط الدفاع دايما، ان هو بيبقى خاصه بحسام عبد المجيد فقدانه التركيز في قد يكلف فريقه في مباراه من المباريات بيبقى عنده ازمه. على مستوى طبعا هو عنده النهارده عمر جابر كان ما شاركش في تدريب امبارح لانه عنده اصابه عضليه وهيتعمل له اختبار طبي قبل الماتش هيحسم هل هو هيشارك ولا لا، ويمكن تكون فرص مشاركته اقرب يعني. وان كان هما بيجهزوا برضه في الصاعد احمد محمود ده لانه هو يشارك كبديل لعمر جابر. الزمالك عنده اصابه في خط النص اللي هو دونجا، عنده اصابه من يوم وقت معسكر منتخب مصر، يمكن بيتم تجهيز بديل له اللي هو محمد شحاته او بالنسبه لزياد كمال. وان كنت شايف ان هو الاقرب او الانسب او الاجهز ان هو محمد شحاته على اساس ان هو رجله في المباريات، انما زياد كمال عليه ضغوط من وقت انضمامه من انبي، ان جماهير النادي الزمالك شايفه ان هو انضم برقم كبير وبنود التعاقد بتاعته ما كانتش كان فيها بنود لصالح انبي اكتر، فيمكن عليه ضغوط ان هو ما قدرش يثبت نفسه ده لصالح، فالمشاركه لصالح محمد شحاته في مباراه النهارده يعني. هل في اصابات معينه؟ بنتكلم على الاربع فرق اللي هتشارك، هل في اصابات معينه شايف انه عدم مشاركتها هتاثر على اداء الفريق؟ يمكن في وجهه نظري النهارده حتى اشرف داري كان اتصاب بالنسبه للنادي الاهلي في التدريبات الاخيره، لكن تم تجهيزه بشكل كويس. على مستوى دونجا في نادي الزمالك هو ما عندوش يعني دونجا مش يعني ما اقدرش اقول مش مؤثر، لكن هو في البديل جاهز يعني. النهارده لو سواء كان محمد شحاته او زياد كمال ده بجوار عبد الله السعيد وناصر ماهر في خط وسط نادي الزمالك جاهز بوجود عبد الله بوجود ناصر بوجود زيزو، بيقدروا يسدوا العجز او غياب اي لاعب. بالنسبه لبيراميدز حدث ولا حرج، انت حضرتك بتتكلمي في سكواد قوي جدا ما عندوش اصابات. المدير الفني عنده حيره كبيره لانه عنده تخمه من النجوم، مش عارف شارك مين ولا مين هيلعب ولا هيدفع بابراهيم عادل هيدفع مين بالظبط. فالدنيا بالنسبه له عنده سكواد قوي جدا، لان هم اهتموا حتى بتدعيم فريقهم في صفقات الصيف بالكيف وليس بالكم. خاضوا معسكر قوي جدا في تركيا، بعد كده رجعوا القاهره، وبعد كده قعدوا هنا 3 ايام، سافروا الامارات، فهم مميزين جدا. سيراميكا برضو دعم فريقه باكثر من صفقه، يمكن هو عنده مشكله بس ان بالنسبه لخط الوسط هو ما دعموش بشكل كويس. خط الدفاع بعد رحيل خالد صبحي ما تمش تدعيمه لما راح للنادي المصري، ما تمش تدعيم خط الدفاع بالشكل الامثل يعني. وكذلك على مستوى الباكات هو عنده ازمه فيهم، لكن ان شاء الله يعني نتابع بطوله تكون قويه يعني. طب خلينا نتكلم على حراسه المرمى، يعني خصوصا الاهلي الشناوي كان عليه بعض التعليقات بعد السوبر ان هو ما فيش تركيز شويه، ان هو مستواه مش في افضل احواله. خلينا نتكلم على حراسه المرمى لكل الفرق. يعني انا خلينا بس طالما حضرتك اتكلمت عن محمد الشناوي، محمد الشناوي لما مستواه ما كانش كويس في مباراه السوبر وانضم لمنتخب مصر الماتشين امام موريتانيا، يمكن كابتن حسام حسن كان له جلسه مع محمد الشناوي قال له انت حارس مصر الاول ولا تلتفت لاي انتقادات، وطبيعي ان اي حارس يخطئ في اي مباراه وده لا يتحمل مسؤوليه وده مش نهايه الدنيا. أكيد. بدليل ان هو لعب وكان أكيد. في مباراه موريتانيا وتحديدا المباراه الثانيه كان له اكتر من كوره فيها نجح ان هو
كانت خطر على المرمى منتخب مصر ونجح ان هو يتعامل معاها. فمن هنا بدا ان محمد الشناوي نقدر نقول ان هو بيستعيد ثقته بشكل تدريجي مع النادي الاهلي، وهيبقى هو حارس النادي الاهلي النهارده في مباراه سيراميكا. على مستوى سيراميكا يمكن محمود حمدي بينافس محمد بسام على فترات في حراسه المرمى، لكن انا طبعا اعتقد ان محمد بسام هو الاكثر جاهزيه ان هو النهارده يكون حارس مرمى سيراميكا. بالنسبه للزمالك محمد عواد متالق، محمد عواد شفناه في السوبر الافريقي على مستوى حتى المباراه قبل اللي جوها لركلات الترجيح كان هو مميز جدا. بالنسبه لبيراميدز هو احمد الشناوي وحاجز مكانه يعني كحارس مرمى نادي بيراميدز. هل معنويات الاهلي ممكن تبقى متاثره شويه؟ كل فريق مشارك النهارده رايح ببطوله سوبر افريقي، كاس مصر، كاس الرابطه، هل ده هياثر؟ انا ما اعتقدش، لان انا ما اعتقدش، لان خبرات لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي كبيره، لعيبه دوليين. خلي بالك النادي الاهلي عنده سلاح قوي جدا هو جماهيره. لذلك حتى كولر في المؤتمر الصحفي امبارح قال اتمنى ان جماهير الاهلي تكون كامل العدد وتكون ماليه الاستاد، لان احنا قوتنا في جماهيرنا. هو محتاجهم ليه؟ هو بيغازل جماهير النادي الاهلي. كولر غازل جماهير النادي الاهلي امبارح عشان هو عارف ان لعيبته محتاجه. هل بيحمل الجماهير جزء من مسؤوليه في الفوز المباراه؟ اعتقد انه بيحمل الجماهير وبيغازلهم من بعيد، لان جماهير النادي الاهلي عليها مسؤوليه كبيره لتحفيز لاعبيها من بدايه المباراه النهارده. اعتقد ان احنا ان شاء الله نشوف مباراتين النهارده يكون اقوى من بعض. يعني احنا دايما بعد اي مباراه اول التعليقات او حتى اثناء المباراه نبتدي نتكلم على الحكام، لا ده كان ضربه جزاء، لا ده ما كانش. النهارده راي حضرتك في الحكام ايه من قبل ما نروح المباراه؟ يعني احنا قبل البطوله الأسماء. يمكن كان قبل البطوله وقبل ما هنتكلم في اسماء كان لجوء اصرار لجنه الحكام على ان يكون الحكام مصريين، دي قرار انا بحييهم عليه. كان النادي الاهلي تحفظ في البدايه على فكره الحكام المصريين وكان طالب بحكام اجانب، لكنه ما ارسلش خطاب رسمي لاتحاد الكوره. في النهايه تم اتخاذ قرار ان البطوله هتكون بحكام مصريين. انا في رايي يمكن دي ثقه كبيره للحكام المصريين، كوره في ملعبهم النهارده ان هم يعبروا البطوله دي تكون بدايه الموسم جديد قوي للحكام، ينسوا اخطاء الماضي. دايما لما بيكون في حكام مصريين بيبقى التعليق عليهم اكتر، وبيبقى يعني لا اصل الحكم ده دايما بينحاز للاهلي، الحكم ده وهكذا. أنا يعني يمكن النادي الاهلي في اطار تحفظه على حكام المصريين لما اتقال في حصل تسريبات كده ان محمد معروف هيدير المباراه النهائيه، فالنادي الاهلي قال لك انا عندي مشكله، ما انا ممكن اوصل النهائي، ما انا عندي مشكله مع محمد معروف. دايما بيبقى فيه هو شاهد على اكتر من اخطاء في مبارياته. نادي الزمالك في الناحيه الثانيه يقول لك انا مش عايز امين عمر. طيب في النهايه اتحاد الكره او لجنه الحكام يعني قررت بشكل نهائي ان هيبقى طبعا احمد الغندور، احمد الغندور طبعا هيبقى موجود النهارده في المباراه، وفي الناحيه الثانيه هيبقى موجود محمد معروف في مباراه بيراميدز وطبعا نادي الزمالك. فده بياكد لحضرتك ان المباراه النهائيه في حاله وصول الاهلي والزمالك يبقى امين عمر. توقعاتك مين اللي هيصعد من المباراتين؟ يعني مين اللي هيفوز؟ هل النهائي هيبقى زمالك واهلي، ولا توقعاتك ايه للمباريات النهارده؟ انا توقعاتي النهارده رغم ان انا قلت ان ماتش الاهلي وسيراميكا هيبقى صعب شويه على الاهلي بعد خساره السوبر، لكن الاهلي هيقدر بخبرات لاعبيه وبحضوره الجماهيري ان هو يعني انت تتوقع الاهلي هيفوز على سيراميكا؟ طب والزمالك وبيراميدز؟ تبقى مباراه قويه جدا جدا، وان كنت انا اتمناها بشكل شخصي. يعني يمكن كنا بنتكلم قبل ما نبدا الفقره ان الاهلي والزمالك ما يوصلوش النهائي عشان هتبقى حاجه صعبه جدا على ضغط عصبي كبير جدا على الجماهير، لكن انا اتمناها من الزمالك ان هو يصعد. ليه؟ مش عشان احنا بنتكلم في انتماءات هنا، احنا كلنا محايدين، وعلى سواء حضرتك او الاستاذه اسماء محايدين بالنسبه للاهلي، لا مع الاهلي ولا مع سيراميكا ولا مع بيراميدز ولا مع الزمالك. لا انا بتكلم عشان تزود من القيمه السوقيه للبطوله، تزود من الاهتمام الجماهيري. بطوله بتقام في الامارات، يمكن التنظيم رائع وكالعاده في الامارات، يمكن المتحده للرياضه وعلى مجلس الوزراء دايما بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا ان البطوله تاخد بالشكل الرائع. فاتمنى ان النهائي يبقى بين الاهلي والزمالك، نشوف ان شاء الله يوم الخميس. والنسخه دي نسخه مختلفه عن البطوله اعتقد. ايوه طبعا مختلفه، لان هي النهارده انت حضرتك بتتكلمي في مشاركه اربع فرق، بتتكلمي في جوائز البطوله، بتتكلمي في ان هم حتى لما حددوا البطل 250,000 دولار ما قالوش البطل وثاني او صاحب المركز الثاني بس اللي هو هياخد
125,000 دولار، لا ده راحوا المركز الثالث 75,000 دولار، كمان حددوا جايزه للمركز الرابع اللي هو 50,000 دولار. فاعتقد ان الشكل المره دي يبقى مختلف ونشاهد بطوله قويه ان شاء الله. كل التوفيق لكل الفرق المشاركه، الزمالك مع بيراميدز النهارده والاهلي وسيراميكا، كل التوفيق. شكرا ضيفنا الكريم الاستاذ ابراهيم منصور رئيس القسم الرياضي بجريده الوطن، شرفتنا وافدتنا يا فندم. ربنا يكرمك بشكل كده. هنخرج لفاصل، بعد الفاصل هيكون لنا لقاء مع زميلتنا داليا اشرف من خلال فقره خاصه حول المشاركه المصريه في فعاليات الدوره السادسه لمعرض اكسبو اصحاب الهمم الدولي 2024 واللي كان مقام في دبي بالامارات. وبعد كده هتكون خلصت حلقتنا، وبكره ان شاء الله لقاء جديد وحلقه جديده و8 الصبح. ابدا يومك صح. باي. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الامل والتفاؤل والبهجه اللي دايما بنطل بيها في 8 الصبح. النهارده احنا معانا فقره خاصه جدا جدا عن استمرار انجازات اصحاب الهمم. أصحاب الهمم شاركوا في مؤتمر مهم جدا في الإمارات، إكسبو أصحاب الهمم، وشاركوا بيه يعني بمشروع خاص بمدينة متكاملة معمولة بإعادة التدوير. مجسم كسب في هذه المسابقة أو في هذا المؤتمر أو التجمع، ومعانا أبطاله النهاردة. بس سيبوني أرحب في البداية طبعا بالمهندسة سمر حسب الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة دليل الخير للتنمية. صباح الفل. صباح الخير عليكي، وأنا بشكركم جدا على الاستضافة النهاردة. صباح الفل، ونرحب بقى بأصحاب العزيمة والإرادة، أخواتنا من أصحاب الهمم. تعالوا أرحب في البداية بالأول ليديز فيرست سما رامي، عضو فريق مدينة الأحلام زي ما أنتوا أطلقتوا عليها. صباح الفل. صباح النور. ونرحب كمان بعمر بركات، عضو فريق مدينة الأحلام. صباح الفل. صباح النور. نرحب كمان بعبد الرحمن أمين، عضو فريق مدينة الأحلام. صباح الفل. صباح النور. ونرحب بنديم وليد، عضو فريق مدينة الأحلام. صباحك فل. صباح النور. صباحكم فل. أخباركم إيه؟ إيه الإنجازات الحلوة اللي أنتوا شرفتوا بيها مصر دي وبإرادتكم وبعزيمتكم؟ ودايما يا باشمهندسة بنقول إنه في طاقات إبداعية بتخرج من أولادنا وإخواتنا من أصحاب الهمم. ده حقيقي. إيه حكاية مدينة الأحلام؟ طيب هنحكي الحكاية من الأول بتاعت مدينة الأحلام. إحنا كنا بنشتغل معاهم على فكرة إعادة التدوير، يعني كنا بنخليهم يعملوا مجسمات من إعادة التدوير، بس كانت بتبقى حاجات صغيرة، فانوس رمضان، حاجات للزرع، حاجات بيستخدموها في بيوتهم مثلا يحطوا فيها الأقلام بتاعتهم، علب كلينكس، حاجات كده. فلما جينا داخلين على يوم البيئة العالمي، أنا الحقيقة كنت حضرت قبل كده يوم البيئة العالمي في الإمارات وشفت الإبداعات اللي بيعملوها، فقلنا إحنا عايزين نعمل حاجة تكون كبيرة وتكون مميزة جدا ليوم البيئة العالمي. ففكرنا نعمل إيه، جات لنا فكرة أو جات لي فكرة بمعنى أصح إن إحنا نعمل مدينة متكاملة من إعادة التدوير. مدينة سكنية؟ يعني مكات. مكات. لا أنا أقصد يعني فكرة المدينة تكون سكنية. مدينة يعني. سكنية بالظبط. فطبعا جمعت مين يعرف يشتغل، مين يعرف يحفظ شوية كلام عن إعادة التدوير، عن مكونات المدينة. عملنا جروب من 20 ولد وبنت من الإعاقات الذهنية المختلفة، وقلت لهم أماكن المدينة بتبقى متقسمة لإيه، يعني إيه الحاجات اللي موجودة في المدينة، وكل سبت كل واحد يختار المكان اللي هو عايز يصممه بنفسه علشان يبقى بحاجة هو كمان يبقى بيحبها. قسمناها، في طبعا حد اخد جزء وفي حد اخد اكتر من جزء حسب امكانياته في الشغل، وعملنا المدينه كلها. طب المساحات كذا، الارتفاع كذا، طبعا الامهات كانت طبعا بتساعد في الموضوع ده. وبعدين قلت لهم كل واحد بقى جاب الحته بتاعته، تعالوا عشان نركبها كلها على بعضها. طبعا لما اتركبت على بعضها بقى شكلها ابداعي. كانت معاهم المدربه بتاعتهم استاذه ميرفت عادل، هي طبعا بارعه في الفن يعني وفي كل حاجه. ابتدينا نخطط المدينه، ابتدينا بقى نفكر نعمل لها طابع ايه، يعني كل مدينه بيبقى لها طابع، فاحنا فكرنا ان احنا نعملها صديقه للبيئه. من هنا ابتدت بقى كل كلامنا وكل دراستنا او كل المعلومات اللي بنديها لهم على المدن الخضراء الصديقه للبيئه. علشان احنا برضه نتكلم على المناخ. فالحقيقه بعد كده كنت تواصلت مع واحده من اصدقائي، قلت لها المدينه خلاص جاهزه وكامله وعايزين نعرضها، فقالت لي بصي احسن حاجه ان احنا نعرضها في وزاره التخطيط مع معالي السفير هشام بدر علشان يشوفها، لان هو ماسك المشروعات الخضراء الذكيه. فدي حاجه اصحاب الهمم عاملينها، فهتبقى طبعا حاجه كويسه جدا، ولما يشوفها ويشوف الاولاد
والمعلومات اللي عندهم ممكن نشوف بقى الموضوع هيتطور لفين. رحنا الحمد لله عرضناها في وزارة التخطيط، معنا المعالي السفير هشام بدر، سمع بعض من الولاد اللي هم بيوصفوا المدينة أجزائها إيه، يعني إيه الطاقة الشمسية، يعني إيه مدن خضراء، يعني إيه مثلا إعادة تدوير، يعني طبعا سمع معلومات منهم كلهم. ما كانش يعني أي حد بيسمع مبقاش مصدق إن طلع الجمل دي منهم، خصوصا إن أي حاجة بتتكلم فيها نصها بتبقى معلومات علمية ومصطلحات علمية. فهو اللي طلب مننا قال لك أنا عايزة أسجل المشروع ده في المشروعات في المبادرة الوطنية. فعلا سجلناه والحمد لله اتعرض، وقال لي بصي قدمي المشروع ده في مؤتمر المناخ. يعني احنا كانت احلامنا انهي مؤتمر المناخ؟ بتاع السنه اللي فاتت COP 28 اللي كان في دبي. في دبي فقدمنا والحمد لله. يعني طبعا في الاول كانت الموضوع يعني مش مستساغ قوي، يعني ولادها اصحاب همم هيروحوا يعملوا ايه ولا هيقدموا ولا هيتكلموا ازاي. ابتدينا نديلهم محاضرات مكثفه عن البيئة الخضراء، المدن الصديقة للبيئة، عن ازاي المدينة. وسافرتوا كوب 28 وسافرنا، ومن هنا جه بقى معرض العرض الاكسبو. طبعا هناك الدنيا كلها يعني الدنيا صغيرة كله عارف بعض. انت عرضتوا مشروع كان في عنا، كان عبد الرحمن معايا، كان متحدث. مين كان معاكي بقى من الابطال؟ كان عبد الرحمن. كان عبد الرحمن. طب انا هبدا بيكي يا عبد الرحمن، احكي لي ردود الافعال هناك ايه، وايه الاسئله اللي سالوها لك وانت جاوبت قلت ايه؟ انا لما كنت في مؤتمر للمناخ في كوب 28 انا كنت يعني بعرض للمشروع مدينة الاحلام، وكمان كنت بعرض الاهميه للمشروع للحفاظ على البيئه. ايه الجزء بتاعك اللي انت خدته في تصميم المدينه دي واشرح لي اهميته؟ انا اللي اخترت اعمل للفندق. الفندق ده داخل استثماري ايه؟ ناصح بيزنس على فكره. ايوه اداره اعمال يستضيف كل الناس. لا وبيزنس اللي يقول له ضيوف على طول في اداره اعمال وبيزنس. فهو يعني ايه دخل على حاجه اللي هو منشن. طيب سما احكي لي ايه الجزء بتاعك في مدينه الاحلام؟ الجزء بتاعي في مدينه الاحلام هو عباره عن الحي السكني. اوكي ها صممتيه ازاي بقى؟ ايه المحتويات الحي السكني؟ يعني المسينات والبسكوتات النفايات الجراش اوكي والالواح الشمسيه اوكي وعملت بقى كل حاجه في مدينه الاحلام. حلوه قوي قوي، يعني مصممه الموضوع بشكل دقيق جدا واحتياجات الناس في المدينه. الناس عايشين عندها بقى فلازم يلاقوا كل احتياجاتهم. برضو ناصحه خدت الايه السكن العمارات. طيب عمر احكي لي يا عمر بقى ايه الجزء بتاعك؟ انا عملت الجامع، وعملت الجامع ده اللي هو بالكرتون، والقبه كنت عامله بالورق الفويل، والعامل المأذنه بالشينيمو، وشباك عامله بجلاد ازرق عشان الشمس لما بيدخل في الشباك فبنقلل من استهلاك الكهرباء. اوكي. وكمان انه عامل حوالين الجامع مساحات خضراء اللي هو الزرع والنباتات، يعني ده عشان الميه دي بنعملها اعاده تدوير، فبنطلع منه ميه نظيفه، فبنسقي الزرع بقى بالرشاشات بدل الخرطوم علشان ما نهدرش في الميه. الله ايه الكلام الجميل ده. وكمان انا عامل الباركينج، ومن ضمنهم عامل الرامب، والرامب ده عاملينه للخدمات اللي ذوي احتياجات الخاصه. ما انا كنت لسه هسال السؤال انت جاوبت عليه. اكيد انتم مراعيين برضو الاصحاب الهمم، الاصحاب الاعاقات الحركيه او اللي محتاجين حاجات ليها علاقه مثلا بالرامب زي ما انت قلت. ايه الخدمات المتوفره لخدمه طبعا اصحاب الهمم؟ واحنا كنا عاملين الرامب ده مخصوص لذوي الاحتياجات الخاصه زي الناس اللي بتمشي على كراسي متحركه، وعاملين كمان بتاع الاشارات، ومنهم اشارات مثلا الصوتيه بتاع الناس اللي فاقدين البصر، واشارات ضوئيه للناس اللي فاقدين السمع. هايل، يعني مراعيين برضو اصدقائهم من اصحاب الهمم الاخرين. نديم ايه الجزء بتاعك؟ نديم لسه مخلص. انا عايزه يعني اضيف حاجه على الكلام اللي عمر بيقوله. الحقيقه احنا المدينه بتاعتنا لما عملناها كانت بس صديقه للبيئه. لما جالنا الدعوه بتاعت معرض اكسبو
كان لازم طبعا نروح لأهل الخبرة وأهل العلم يساعدونا في الإتاحة أو يشوفوا المدينة دي ممكن نوظفها إزاي. فروحنا للدكتورة إيمان كريم، الحقيقة طبعا هي المشروع عجبها جدا، ويعني اتبنت المشروع وقالت أنها هبقى راعية له، وهي اللي قالت لي على كل تفاصيل الإتاحة في المشروع. يعني مسكنا ورقه وقلم ومشينا معاها تفاصيل الإتاحة كانت كل حاجه. طيب انا برضو عايزه قبل ما اروح للقصه دي عايزه اشوف نديم. اوكي نديم برضو بصيت لي كده اللي هو انا عايزه اقول الجزء بتاعي. الجزء بتاعه ايه يا نديم؟ الاول انت مبروك على الثانويه العامه، جايب 90 وكم من 10؟ 27. ودخل برضو تجاره صح كده؟ احكي لي بقى ايه الجزء بتاعك في انا عامل مدينه الاحلام. انا عامل المدرسه والحضانه والمزرعه. ايه ده؟ دي كانت فكرتي اللي كنت هقولها في نهايه الحلقه، قلت اشارك معاكم باي حاجه انت عملتها خلاص. ايه بقى مواصفات المدرسه والحضانه؟ هي معمولين من مواد صديقه للبيئه. اوكي. وهي صفر انبعاثات كربونيه. هايل. والفرد جوه مدينه الاحلام ليه بصمه كربونيه نظيفه. وهي أوكي. كلها معموله مساحات خضراء ذكيه صديقة البيئة. اوكي. طب هل عامل حاجة ليها علاقة بطلبة المدارس مثلا يبقى حماية من الفيروسات، نقاء الهواء؟ الفرد جوه المدرسة او جوه المدينة ليه بصمة كربونية نظيفة، ممنوع التدخين، ممنوع اي حاجة تسبب انبعاثات كربونية. هايل هايل، حريصين على التفاصيل يا باشمهندس. وانا كمان يعني الحي الساكني ده انا عملت الحي الساكني علشان بنسبة 65%. نسبة ايه؟ استهلاك الكهرباء. استهلاك الكهرباء. طب باشمهندسة يعني انا مش سمعت افكارهم وكلامهم والوعي اللي هم بيتكلموا بيه، فحضرتك كنت بتتكلميني بقى على فكرة الاتاحة. امتى ممكن نشوف مدينة الاحلام واقعية؟ يعني لو حد عايز ينفذها هي جاهزة طبعا، بس محتاجة طبعا شوية دراسات. إنما إن هي تبقى مدينة صديقة للبيئة ومتاحة، فدي معنى كده إن هي أي حد يقدر يعيش فيها بأمان وفي بيئة صحية، يعني تبقى بالنسبة له يعني أسلم حاجة للعيشة. أنا بشكركم جدا جدا لأن أنتوا بتخرجوا طاقات الحقيقة هايلة قوي من أصحاب الهمم. بشكرك يا نديم، وبشكرك يا عبد الرحمن، وبشكرك يا سما، وبشكرك يا عمر، ونورتونا. وبشكر حضرتك طبعا باشمهندسة سمر حسب الله، يعني عاملين شغل هايل جدا. وتحياتي لكل شخص الحقيقة دعمكم، لأنه يعني احنا فخورين بيكم قوي ان انتوا شرفتوا مصر في معارض دوليه. طبعا بقدم الشكر الكبير قوي للنائبه ميس عطوه، لان هي فعلا دعمتنا في حاجات كتير جدا كانت صعوبات بالنسبه لنا في عشان نوصل للكوب. هي فعلا تواصلت مع جهات كتير قوي عشان ناخد التصاريح والموافقات ونقدر نقدم المشروع. ان طبعا ان واحد يبقى من ذوي الهمم سبيكر في كوب، دي كانت لسه فكره جديده ما كانتش مستسغه قوي. فالحقيقه يعني هي اللي تواصلت مع كل الجهات علشان تتاح لنا الفرصه ان احنا نوصل هنا. انا بوجه لها التحيه، وكانت ضيفه عزيزه عندنا هنا في 8 الصبح قبل كده، ودعمت الاطفال الصغيرين، فده مش جديد عليها انها حتى تدعم اصحاب الهمم. بشكركم كتير جدا جدا جدا، وان شاء الله مزيد من اللقاءات، ونكون معاكم في اي انجاز بتعملوه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من 8 الصبح، وابدا يومك صح.